حضر فريقنا حفلاً أقامته شركة الطاير للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات جاكوار ولاند روفر في الإمارات، وذلك لكشف النقاب عن السيارة الرياضية جاكوار اف تايب الجديدة في دبي. تجسد اف تايب عودة جاكوار إلى شغفها الدائم بالسيارات الرياضية المكشوفة ذات البابين، والتي تركز على توفير أقصى درجات الأداء والرشاقة والتفاعل مع السائق. وتتوافر هذه السيارة البريطانية بثلاث نسخ، الخيار الأول والأساسي F Type مزود بمحرك مكون من 6 اسطوانات على شكل حرف V بسعة 3 لترات ويولد قوة تصل إلى 340 حصان. وتمتلك النسخة الثانية F Type S محركا مماثلا للنسخة الأولى ولكن مع قوة أكبر تصل إلى 380 حصان. أما النسخة الثالثة والأخيرة Jaguar F Type V8 S فتمتلك محركا مكونا من 8 اسطوانات على شكل حرف V بسعة 5 لترات ويولد قوة تصل إلى 495 حصان. وستكون السيارة الجديدة متاحة بسعر يبدأ من 289,000 درهم إماراتي في صالات عرض جاكوار التابعة لشركة الطاير للسيارات. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.speed.com.